السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا بالجمهور العزيز والمتابعين الأعز، شو أخباركم؟ إن شاء الله تمام. طبعا كم يوم لنا عن تروبيكو، الحين قاعد أدور كل سلسلة بالدور، عرفتوا شو السالفة هنا؟ عندي في حد بيتضارب؟ شو أرشي أنفي خلنا نعطي رشوة. يس إن شاء الله ما يفضحني، بس ما أعرف ليش أعطيت رشوة. خليه يستانس، خليه يحصل، خليه يحصل فلوس. شو ما أخذ من الدنيا، خليه يستانس. إحنا كنا في المشروع مالنا أصلا. انزل لحظة، وين؟ لحظة لحظة لحظة. أوف 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 أوف, أوف, أوف. يبون يسوون حرب. يا بس اذا طرشنا له واحد يغتاله، او نخلي حد ثاني يذبحه، واحد يبي يبدا حرب. اقول لكم ما نطرش له، روحي اغتالي. اوكسفورد، ما بقول شيء. الحلقه لحين ما بدت وانا دشيت في اغتيالات ورشاوي. الحلقه هاي مولعه نار. صدر 10000 رم، رم انكريز 20%. اوه اي، نحن اصلا عندنا مصنع شغال. ايه شغال، بنصدر. ليش ما نصدر؟ لا 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 لا، اليوم الحلقة مولعة نار بتكون. انا اقول لكم من الحين، اربع سفن، كل الاربع سفن عقود وكل شيء. انزين، نحن اللي نحتاجه الحين نسوي جيش وربع وهاي السوالف، حلو. ونحتاج خلينا نبدا نحط ايش السوالف في الدستور. خلينا نعطي الناس فلوس شوي زيادة، اكل يعني، اكل شوي زيادة. وخلنا نعطيهم، ما بعطيهم شيء ثاني، لا بسهم 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 بسهم. هاي شو ينزل تكلفة كل المصانع 50% سنتين مقابل 10000. اوكي ايشو، اوف مضبوط. هذا 200 200. في مكان ما عندنا كهرباء؟ فيه مكان عندنا كهرباء. انزين مضبوط مضبوط، مشروع ناجح هذا. بيكون شيء ممتاز. ستيل مل عندنا، نبغى نحط رم ثاني. اوكي يا جماعة، الحين استوت نوعا ما الغاية. وين الشارع مال عليهم؟ اوكي لا تبرر الوسيلة، لكن في حالتنا نحن، احنا اللي محتاجينه اكسبلور. اه بنجيب ذهب يا حبيبي. زين ليش ما نحط مال المجوهرات؟ لحظة يقول ربعنا من الولايات مش مستانسين. كيف نعطيهم؟ ما عندهم ماي. كيف نعطيهم خمر؟ اوكي ما اعرف. ديستلتريز، يلا خل عنا سوالف المنكر هاي اللي بسوي حرب مع العالم. انا اليوم جايتني حالة حرب. انزين انشنت رونز كانت هني في الوسط احيد، صح؟ هني ما رو ما حطيها الحين. ابى اسويها والله، ابى اسويها وبحط يمه بيوت. بس اللي ابى اسوي الحين بعد شيء ثاني، وين صار الجامعة؟ انزين لان ما عندنا جامعة من متى الحين؟ من زمان ما عندنا جامعة. انزين بنحط جامعة هني في الوسط، بخلي مجال نحط شيء يمينه ويسار. انزين هل الجامعة تنبني؟ بس ما لرمنا بال ان عندنا كونتراكت الحين، فهذا يستاهل 8000 درهم، ومش درهم هو دولار بس. بس يعني تعرفون القضية انتوا. لحظة، كم واحد ما عنده بيت؟ 16 واحد ما عنده بيت. انزين لما 16 واحد ما عنده بيت، خلينا نبني ارمي بيس. جهاز بنينا ارمي بيس، ليش انا مستعيد؟ ما عندنا بقريت حكم؟ لا ما عندنا بقريت حكم. انزين البقريت ترى وايد سووا لنا شغل في اخر حرب. السفارة عندنا سفارة الحين، صح؟ ما عندنا سفارة؟ ما عندنا شتول الكترة هاي؟ ما عندنا سفارة، خلنا نسوي سفارة. يلا سفارة، ها اظني حطيته بالعكس بعد. عادي عادي ما حد شاف. انزين بنحطين عمارتين لازم. عندنا 16 عائلة، العمارة 8، بنحطي 1 2 3
أربع ما بسوي المنظر اللي قدام، غيرت رأيي، خلي من عماير حق العالم. لأن عندنا نحن مشكلة ثانية اللي هي عندنا وظائف فاضية، عندنا 62 وظيفة فاضية، فأي ناس زيادة بيجون أسرع نحن مستفيدين منهم، فما لي حاجة أسوي أي شيء. هذا كازينو قاعد أبني، والله زين مكان الكازينو، كازينو كازينو. هاي لسه اكتشفوا المكان؟ أيوه، كلام كبير كلام كبير كلام كبير. الحلقة مولعة نار 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 نار. تعال الحلقة هاي، خلنا نسوي الشارع كيف أنا أحبه مع الناس تقول تصميمك ملل. والله هو ملل ملل، أنا بروح أعمل منه مرات الصراحة. يعني تبون كلام الحق؟ يعني كلام الحق هذا كلام الحق. ملل أنا أمل منه. انزل اللحظة، ما حنا نحن فنادق. أوف أوف، ما حنا فنادق. متى بيستوي عنا؟ ما عنا نحن. أوكي انت شو تبغى؟ طرش اكسبت يلا. ببني 5000 مشكله. انت منو؟ انت شو سالفتك من الصبح تدور كل شوي تبغى فلوس؟ هذا شو سالفته؟ عايش في شقه، يشتغل في المينا، ابروفر 72%، ريبل. لا زين زين، ريال زين، هذا ريال محترم، شكله محترم اصلا. انا احب الناس المحترمه اللي بتضحك على طول. انزين خلنا حاطين مزرعه، مزرعه حق السكر. السكر يا ناس، السكر انتو حاطين مزرعه هنا، لها مخرج من هنا. وبنحطيلنا هني اربع قصور، أربعة. شوفوا لازم نسوي الشارع، تعبان. زين نسويه بهاي الطريقة. حلو، خلنا نشوف يكون شكله زين ولا تعبان. أوكي لا جيد جدا. نسوي قصر قصرين. هاي الأغنياء اللي قاعدين يضحكون عرفتوا؟ ها 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 ها، يشربون النبيض صباحا وليلا ويشاهدون الآثار. لحظة زين، بنحطي حق هاي، لا ما بنحطي لهم شيء، بنحطي حق الناس الثانية اللي هني. نبى درب نوعا ما دائري، دائري بما معناه انه حول المنطقة يعني. زين ونحطي فيه، اوكي ما بحط بشيء الحين. اوكي خلينا نشوف بيوتنا مبنى منها شيء، والله ولا مبنى منها شيء. نبى موظفين نحن الموت. 3300 عندي فلوس، خلنا نبني، خلنا نفضي مكان. لحظه خلنا نفضي مكان. زين نبنوا البيوت، خلنا نشوف كيف هوملس فاميليز 15 يستهبلون علي. البيت الواحد هذا المفروض يشيل 12 عائله. انا اوكي اسف الحين ما سكنوا. يلا شوي بنعطيكم زي ما عليه. بنحط فيه كهرباء بعد. ها شو تبوا بعد؟ ها كهرباء بعد. تعالوا اسكنوا بس، طلعوا من الخيم التعبانه مالكم. زين ها، مش معناه بيوصلنا موظفين على طول، معناه في السفينه الجايه ان شاء الله ان شاء الله يوصل لنا. هذا عنده ستيل، هي عنده وايد ستيل. الكونتراكت اللي سويناه وايد زين كان بشكل عام اصلا. هذا شو بيسوي؟ هذا تصدير عندنا توباكو والذرة. اوكي هذا شيء يصدر، هذا عندنا 16000 هني 15000 هني، عندنا فلوس، فلوسنا زينه. بس ما يضر ان نرفع الاقتصاد مع كل شيء. كباري مش عاوزين كباري بقى يعني. اشتغل كازينو، شوف الناس مستانسين زياده. تعال شو تبغى؟ شو تبون؟ شو تبون كلكم؟ لا كلوز موبا، اطرد الربع. بيلد وان لايت هاوس، اوكي ببني. اوكي لازم
انفايت بريز اكسبت يلا يبالهم وقت الحين 12 شهر يروحوا لهم ويسوون. وقلنا بنسوي لهم بيت النور هذا مال البحر لليومكم ما اعرف شو سالفته. خلنا نقرا زين لحظه. Provides additional trade. اه اوكي يعطينا تريد زياده نايس حطينا. بنينا اللايت هاوس خلاص يعني شو تبين يعني؟ انا ادور مشاكل عادي اذبحت الحين. اه اوكي اعطوني الجائزه اوكي. ما يتخلص طلباتهم هاي؟ نسوي انتخابات؟ اي خلنا نسوي انتخابات. يلا. يلا يقول يمكن يسبونك بس عادي تحمل يعني. يسبوني ليش اذا يحبوا يعني تقول لي يحبوني عقب تقول لي اذا سبوك مو علي. شو منطق الجميلة اللي عندك انت يعني؟ عندنا وظائف مفتوحة وعندنا هوملس فاميليز 19. هاي ما حد يبي يسكنهم شو؟ ادفع فلوس زيادة يعني؟ يلا والله يا ادفع فلوس زيادة على هاي ليش تي؟ هي عندهم كهرباء ها؟ يلا كلكم كهرباء. كلكم كهرباء يلا ها يلا كلكم كهرباء. زاد عنا عدد سكان شوي. انا غلطان اعطيتهم كلهم كهرباء. زين خلي نبني كهرباء ثاني عندنا فلوس. هذا عندنا مال فلوس يعني فلوس ان نبني موجوده. لا وكوك بلد بعد لعيون الشعب. لا تتكلمون بعد لحظه ليش ما عندي شارع من هني لين هني؟ خلنا نختصر مواضيع الشعب شوي. اوكي مثل مهمة عنين يلفون لفة كاملة هني ما في بعد درب كان يلفون لفة كاملة لليون. ريحهم يا اخي والله مجرم انا. لحظة اتقاطعهم بعد مني. اوكي للحين احسن نوعا ما. هذا اتقاطع بعد يبالي عدلة. عدلة ما عدلة عدلة ما يبالي طف. زين وين صار؟ تعال انا كنت ابغى سكر. سكر جيد بس اوكي انا ابغى سكر اصلا محتاج سكر. فايبر فرتلايزر ما عندي شيء قريب منه فما منه فايده هذا. انزين الحين اللي نحن فعليا نحتاجه نوعا ما قاعدين نفوز في التصويت مش 100%. اخاف نخسر في التصويت ونخسر. اوكي الحين استوى عندنا هذا يصلح سفن يخلي كل شيء في الدنيا اسرع. انزين خلنا نسويه. وين يحطونه هذا بعد هاي يوتيليتيز ويكون ايكونومي اند فورورد ريليشن. هذا بنحطيه حطيه جنبهم مكانه اظني منطقي. اذا كان جنبهم بيكون مكان منطقي نوعا ما. بس شو مشكلته هذا ما يركب على الشارع هذا. دقيقه خلنا نشيل هذا. زين دقيقة بنوصل لك شارع. لا تزعل لا تزعل لا تزعل بسرعة انت بعد. يسار هذا هو صلح سفن. اوكي يبغى هني خلينا نحطه هني. خلينا نعطينا السنت باللحظة. اوكي ممتاز. انت عندك شارع يا كذاب. اشو اوكي خليك محترم كذاب واحد كذاب. ما عندك شارع قال تعالوا شو تبون اليوم مش طبيعيين مستوين. اوكي اكسبت. خلنا نرفع سعر الخمر. ليش يشربوا خمر؟ ضريبة اغش كم 69. لا بس خلاص باقي شهر اصلا خلاص قاعد افوز اصلا يعني قاعد حاطين كل هذا بعد يبون بعد شو اسمه. وين العالم وين كيف 15 واحد 29 واحد ما عنده بيت.
لا عصرت مخي مش قادر كيف احسبها. ليش؟ لان عدد السكان ما زاد هالكثر، بس الهوملس فاميلس قاعد يزيدون. اوكي فزنا، نبغى نفتح مطار، نبغى نفتح السوالف. وينهم؟ بنك. لا لا لا، هذا البنك، بنك لازم مكان استراتيجي يا جماعه. انزين، خل انا مسرع اللعبه اخر شيء، واحس ما قاعدين نوصل. كان خلنا نحط لهم هني خدمات. لحظه، كل هالبطره هاي وما عندهم، عندهم فلوس ما يصرفونها ليش؟ لهم تافرن، خلنا نحط لهم. استكشفنا الخريطه كامله اخيرا. ها بترول، بترول. زين، عن الوناسه الزايده. شقق 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 شقق، وايد واقع الشقق. هي باقي شويتين على الشقق الطويله، باقي باقي. يعني يمدينا نبني هني هذا المكان مجموعة عماير، ولا هني بيكون في مطار. خلنا نبني عماير الناس ما يصير ابني عمارة هني، احس غلط. هني شغلات سياحية بتكون صح، فخلني ابني هالمنطقة هاي. زين، نسوي المنطقة هاي مكان بنيان. اظن العماير ترى ما يبغى لهم شارع في الوسط، بس نحن بنسوي شارع بالوسط من بعض الدواعي الجمالية. عادي بخلي فراغ ونحط حديقة شيء. زين، نحطينا هني، بخلي فراغ قدام، بنحطي دواعي جمالية على اساس اني وايد مسوي وايد سالفة حق شكل المكان صح. تعال لا تشفر علي، اركب سيدة. لا اوكي، ما بسوي في شيء. زين، ليش اهدده؟ انزين، هاي اللي قاعد نبنيهم عماير، لان وايد ناس عندنا الحين جت وياس تعبي وظايف، بس عندنا وايد وظايف تتريى ناس تداوم فيها، وعندنا مشكله يعني ما عندنا ناس كثر وظايف. في العاده يكون المشكله ترى بالعكس. ها المضحك في الموضوع، المضحك في الموضوع العاده بالعكس، نحن مشكلتنا يكون في عدد الناس اكثر من عدد الوظائف. وين؟ انزين، فالحين نحن شنو بنسوي؟ نبغى نعوض الصناعه اللي ناقصتنها ناس تداوم فيها. زين، ونبغى نبني. بس ليش؟ لان هالمره ميزانيتنا زينه. بس ابى استعجل في شو؟ ابى استعجل انه يكون عندنا شقق اكبر، وابى استعير شوي في السياحه. بس هني يبالنا انشنت رونز، حاطين انشنت رونز كبريت، مكان سياحي لازم يكون في مكان حق الوناسه. كبريت نحطي وين؟ حطي هني، يستوي شارع هني، يستوي شارع هني، يستوي شارع ورا، بس ابى حق شكل يعني استاتكس، ما في شوارع. زين، مو مشكله، بخليه من الشارع من ورا، لانه قدامه فاضي. بنحط حديقه، وبنحط دكان. دكان شيء اساسي، بس دكان ما بيكون هنا في الاماكن السكنيه. هني ما في مكان، هني مكان حق دكان. ليش ما نقدر نحطيه في مكان نفس هذا؟ لا، بنحطيه هني. لا، هني بحطي عمارة، وبحط جريدة هني حق العالم. عندنا جريدة، جريدة أظن تكفينا واحدة. بنحطي لهم عيادة، العيادة بتكون زين، زين ومش زين. بنحطي قدامها شوي ديكور، ونبى جامعة ما حطيت أنا، بس بيكون عندنا مكان وظايف هني. أوكي، بس المشكلة الحين ما عندنا ناس مثل ما قلنا حق وظايف، وما عندنا بيوت حق هالناس. هاي المشكلة الفعلا الأساسية، إن بيوت حق الناس هاي نبغى، ولا كيف الناس هاي بتقدر تتعايش؟ ما يستوي. فنحن على أساس نعيش الناس العالم، خلينا نشوف هناك المكان مولع نار ترى، كل شوي يبون شيء. خلاص ما تبون شيء الحين؟ مليتوا؟ ما عندنا شيء نبيعه بعد. شو لازم نبني؟ عندنا من جميل صح؟ اي من جميل اكثر بكثير. متى بيخلص الجولري ماله؟ ما يستوي. لا لحظه،
الجوهرات وين صار؟ ايوه الحين ترتيبكم عدل. انزين بحطي مناجم، مع انه المفروض خلاص من يستون هاي راكبه نطورها مو مشكله. منجم من هني، لحظة منجم من هني، وبنحطي لنا الشارع سيده بهذا الاتجاه. يمكن نبني شيء في الوسط، خلوه بالشكل هذا. بنبني الشارع من هني لين هذا التقاطع. اظني شكله جيد نوعا ما، بس يمكن هذا التقاطع شوي بخلي مو مشكلة، لأن عندنا بيكون إنتاج ذهب عالي. أوكي، معناه بيكون عندنا شوية فلوس تدخل. عندنا هنا شو، فحم. أوه يورانيوم يا حبيبي، يورانيوم. عندنا بترول، عندنا بترول، بس نقدر نسوي أبجريد حق هاي أظني، صح؟ ما نبى بولوشن، ده ما نبى تلوث، ناقصين نحن. يزيد الانتاجية بس يزيد التلوث. زين عندنا هذيل، هاي وضعهم تمام، بس يبالنا شوي بس نهتم في البيوت الأساسيين موظفين. يبالي مكتب هجرة، شوفوا قاموا يرجعون يسكنون في هايل يا جماعة، مش عدل هذا يعني. ومشكلة حد يسكن هني، زين لو أسوي شيء زين. اوكي يمكن ما عندهم فلوس، انا مأذنهم كلهم ابغاهم يدفعون فلوس. زين اذا السالفة بالطريقة هاي، معناه اذا نحن سوينا مبيعات كاش فلو هاز انكريست ماي بوكس اون سايكولوجي سي اي شود اوفر يو اري. خلينا ننزل تكلفة كل المباني الصناعية. خلصنا بوحدة من المهمات، والحين اعطونا الجايزة مالها. اخترت وحدة من المهمات، عندنا فلوس، عندنا فلوس يعني، اذا عندنا فلوس خلوني افتك من هاي على اساس الهوملس هاي. اوكي الهوملس هاي اسوي لهم بيوت، اظن هاي اكثر من كفايه. باقي خليه يبني، وايد خسرت فلوس، ما بخسر فلوس اكثر، لان اصلا في كل الاحوال ابى احطي لهم هني. شو كنت، وين صار خدمات مالي؟ هذا هو، كنت ابى احطي لهم مش هاي كنيسه هني. اوكي زين، بنحط لهم شرطة إذا استوى مكانه هني زين، بس ما بيستوي، فخلنا نحطيه تقاطع، خلي تقاطع حق الشرطة بس. لا ولا أقول نخلي الشرطة هني في الوسط، عسب بيقدر يتمشى أي صوب يباه وهو مرتاح. خلنا نسوي الشارع من هني لين هني. اوكي وشو نبغى بعد نسوي يا اصدقائي؟ لان نحن كل اللي نترياه حاليا صراحه ريسيرش، فاساسا نزيد الريسيرش. المفروض ابني مكتبه ثانيه، ولا هاي مال المنظار اللي يعطيني بوينتس زياده على اساس شو اسوي. بس شو الموضوع، البيع عندي ناشف، المينا ناشف، يبالي ارفع الاقتصاد شوية. لحظة تخلي فلوس ينبنون هاي، الناس تسكن شوية. تشوفهم هوملس 37 ما ينقصون، الله يخليه، الله يغرب لهم. هاي ما يسكنون، ما يبوا يسكنون في عماير، شو اسوي لهم انا؟ باني عماير فاضية ما حد يسكنها، حتى القصور فاضيات. خلي ابني لهم بيوت زيادة، يمكن يبون بيوت. ما يبون، ما تعرف مزاجه بطيخ، ما يبقى اللي يسكن في بيت يعني. الشعب مزاجه بطيخي من الخاطر. لا اوكي قام يسكنون، انت تعال شو سالفتك، هاي شو تسوي؟ اوكي هاي اوكي ويانا يعني. انزل ليش بسوي لها شيء؟ ما بسوي لها شيء ابدا، ما بسوي لها شيء.
عندي موظفين. خلنا نزيد شوي، خلنا ناس تجي مكان ثاني، مو مشكلة. محتاجين ناس نحن، المشكلة محتاجين ناس. زي الناس ما تتزوج، ما تسوي لهم كنيسة. أنا كل شوي خلهم الكنيسة، الكنيسة يتزوجون فيها، يتزوجون فيها صح؟ كل يبون عيال يزيدون إذا حطينا لهم كنيسة ثانية. الحين قمت أفكر كيف تكثر الناس من وضع عندي ناس ما أعرف أسوي فيهم. انزين خلينا نعدل شيء بعض الاقتصاد. انزين بنسوي لنا بلانتيشن السكر. اوكي بنحط السكر هنا، هذا مكان لو انه مش رومانسي بس افضل مكان حاليا. نبغى مكان انتاج عالي والله. زين نبغى مكان تاجيته زين. خلنا نعطي كوك بلت على اساس ان نحن محتاجين نصنع. هذا يوصل له سكر، وين سر هذا يوصل له سكر؟ ايه don't research that. Don't you know that if you do, you will then research socialism, which everyone knows is bad. ايه يقول شيء في اجتماع وهذا حق الناس مو زين. انزين نبا اوبزرفري، خلينا نزيد شويه. هذا مكانه حلو عند الجيش. 9000 والله غالي بنيته، مو برخيص. بنحطي مشكلة، ما عندنا شيء فعلي. التطور الفعلي بينا بعد البنك، وهذا بيكون عندنا تغييرات جذرية شوي اللي هو انترتينمنت سكيلز. بيفتح لنا شوي شغلات، بيبدا يفتح لنا شوي شغلات. بعدين بنفتح مطار، بعدين بنفتح سفن حربيه على ما اتذكر. بس اهم شيء انه يكون عندنا اقتصاد شغال، ما نقعد نحن نسوي شغلات مش قادرين نسوي. لنا اوبرا هاوس هنا، اوبرا هاوس ثاني لا وايد، بيكون وايد لان معظم الناس عندنا الحين ما يبغوا يسكنون في بيوت. زين يمكن عندهم اماكن بعيده شيء يداومون، ما يبون هني، ما في دوامات هني. يمكن هاي غلطه انا مسوينها بس مو مشكله. احط لهم باركنات، خلهم يروحون يردون بالسياره. اوكي معناه المفروض في ناس اكثر تسكن. انا ارفع جيب قوي، ما داخل في حد داوم. اوكي معناه في ناس اكثر مفروض تسكن، لان استوى عندهم باركنات وبيروحون بيردون بالسياره. وين صار كل الناس اللي يجون؟ كل هالمواني مش قادر احصل لي 5 تنفر يجون زياده، مش 5 تنفر. اوكي انا فعليا 79 واحد، والناس اللي ما عندها بيوت زادت، ماني قاعد ازيد البيوت. ما حد ساكن بيوت، يمكن ما يقدرون يسكنون. يا جماعة لحظة، مظهر كويرت بور، يمكن محتاجين بيوت أرخص. نحن أنا تشوف ما في تفاصيل أكثر. هي في لتريتها الليبراليين أظن، ما أعرف. جريد سكول هذا كذا، هاي سكول، كوليدج فايف، بوست جراديويت ما عندنا. هاي غلطة ثانية ترى. خلنا نبني جامعة هني على أساس يستوي عندهم سبب يجون هذا المكان. أنا بنيت جامعة ثانية أصلا، بنيت صح؟ مصنع سيجار دخيلكم دوموا فيه يا جماعة، خلوه شغال. أبغى سبب الناس تسكن هني. هتشوف قمت أدور أسباب إني أسكنهم. هاي الله موضوع مقروش مقروش، حلقة مقروشة هاي. دخلنا نسوي لنا الشارع من هني، نوع من انواع الاختصارات اذا حد يبي ينتقل لها الصوب. في له درب يعني على الأقل، بس لازم يعرف البقعة صح؟
زين، وعندنا اوكي، هاي 33,000 جولد. دنيا سوالف، ما عندهم كهرباء ليش؟ كيف ما عندك كهرباء؟ عندي مصنعين كهرباء انا، يخرب بيتي شغله. اوكي ما في، هذا خلص الشير عنده واحد. 480 توتال كونسبشن. اوكي الحين اشتغل، تو مشتغل. اوكي تمام، استوى عندك كهرباء. لا اوكي، لا الحين وايد اوكي، اشتغل وايد زين، وايد زين. بس احنا ضربنا وتر السياحه حاليا، احنا ضربنا وتر شوي في السياحه، واللي هو بيبقى لنا عقبها شو نسوي؟ نفتح وين صار؟ اوبزرفري ما بنو، صح؟ كم ريسيرش بوينتس؟ اختصرنا وقت شيء؟ اظني هي اختصر، احس اختصر. زين، فهاي حلقتنا لليوم، والوضع مقروش. حلقة والله كانت مولعة اولها، فان شاء الله في حلقة قادمة نكمل الموضوع، على الاغلب بنفتح الانترتينمنت هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.